نرجع بقى للدوري العام اعزائي المشاهدين، وابدا مع بلال. الدوري العام هل من بدري نقدر نقول فيه ملامح للمنافسه؟ الاهلي فاز في مباراتين، الزمالك فاز في مباراتين، المصري فاز في مباراتين، وبيراميدز فاز في مباراه وتعادل في مباراه. هو منافس الاهلي غدا ان شاء الله للاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري فاز في مباراتين، انا متاسف. تمام. أنا اسف. لا طبعًا. تمام، احنا بنذكر الفرق طبعا. بص يا كابتن، انا مصطلح اللي حضرتك قلته انا هفضل استخدمه ان شاء الله لحد ما الدوري ده يخلص. يعني كابتن شريف ما كانش معانا، الكابتن اطلق مصطلح هو يعني اللي بيبروز حاله الدوري السنه دي، قال الدوري ده متكلفت. ايوه ففعلا المصطلح ده لما تيجي تبص لكل المباريات يا كابتن، ويمكن احنا اتفقنا قبل انطلاق الدوري ان مش هتبقى في فرق بتلعب بطرق دفاعيه تماما. كل الفرق بتلعب يا كابتن فاتحه خطوطها، كل الفرق بتحاول تبدا من تحت، وبتبدا تلعب الكره الحديثه، وكمان تعمل يعني حالات هجوميه كتير جدا باستمرار، لان انت النقطه مش هتنفعك لانه مفيش امكانيه للتعويض مره. بالظبط، عدد المباريات قل. على فكره كابتن، بالنسبه للفرق الكبيره، انا اسف يا بلال، هتبقى فيها مشكله. الفرق الكبيره هيبقى فيها مشكله. انت طالع بالنقط بتاعتك، انت هتكمل بنفس عدد النقط. هي دي مش مدركه، عشان كده احنا مش هنبدا دوري ثاني يا جماعه. لا احنا بنفس عدد النقط، انت مش هتقدر يبقى عندك كم. في ناس مش واخده بالها. النقاط اللي موجوده في الدور الثاني، لما انت مثلا عندك مش عارف، لا انت عندك العدد قليل، هتلعب مع 9 بس، مش تلعب 18 زي ما كنت بتلعب قبل كده، ولا 17، فالموضوع هيبقى صعب. ده صحيح. فانا شايف يا كابتن ان التنافس يعني بدايه التنافس هتبقى على حجز مركز من ضمن المراكز التسعة الاولى، وتفادي بالنسبه لبعض الفرق. لكن بتتكلم على اهلي زمالك بيراميدز، هو تجميع اكبر عدد من النقاط، لان ده اللي هيبين بطل الدوري، زي ما حصل السنه اللي فاتت مع بتروجيت لما جاب عدد كبير من النقاط، فما كانش عنده مشكله انه يخسر. انا بشوف ان رباعي المنافسه حتى الان اللي ظاهر، يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، وبيراميدز طبعا هيعود للانتصارات، وشايف ان النادي المصري مع كابتن علي ماهر عنده، انا بشوف ان عنده كل المقومات اللي تخلي النادي المصري ينافس. علي ماهر مدير فني ممتاز جدا، لعيبه على مستوى السكواد، دعم حتى بلاعبين مميزين، قدر يتجاوز حاجز البدايه. انت بتفوز في اول اسبوعين، بتديك ثقه كبيره جدا. فكل ده انا اعتقد مع شخصيه علي ماهر هيخلي المصري يزق شويه في المنافسه. ده رباعي المنافسه انا بشوف. ان فيما عدا ذلك، انا بشوف ان انديه زي سيراميكا، زي زد، زي يعني الاثنين دول الابرز. البنك يعني انا شايف ما بيبدا بدايه مهزوزه، بس هو ده اللي لازم يلحق نفسه. حالته صعبه شويه. البنك الاهلي دايما بيلم نفسه في الاخر، فالمره دي لا، لازم من بدري شويه. يعني انا بشوف البنك حالته مش هتسمح له السنه دي، رغم الصفقات الكبيره اللي عملها. مش هيكون من التسعه. انا بقولش المنافسه، بس هيكون ممكن يدخل من التسعه. عايز اقول يا كابتن، رغم صعوبه الدوري زي ما شريف قال، هيبقى الصعوبه على الفرق الكبيره، لكن في حاجه انا بشوف ان هي بتطمن معظم الفرق يا كابتن، ان الفريقين بس اللي هينزلوا للدرجه الثانيه. فانا بشوف ان الفريقين دول انا بعتقد ان هم هيبانوا بدري، يعني ممكن على الاسبوع ال20 تبان المؤشرات، زي كل موسم بالمناسبه بيبان مؤشر فريق او اتنين ان هم مبكرا قوي شكلهم هم دول اللي هينزلوا. فاعتقد ان الباقي هيطمن، وانت عارف حضرتك ان الانديه المصريه لما بتطمن خلاص يعني. طيب.